طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عند علامات التوبيخ اللي فوق لو انا ضغطت عليها مرتين هتختفي وكده مش هتظهر غير لما اضغط عليها مره واحده. هنفذ الامر بالضغط مره واحده وبعد ما هضغط على الامر اللي انا عايزه هضغط بعيد عنها بتختفي تاني. طب انا عايزها تبقى ثابته على طول. سلام مرتين. هضغط على مرتين تمام على اي قائمه فيها مرتين. اول ما بضغط مرتين ثبتت خلاص كده ايه اصبحت ثابته. سواء انا ضغطت عليها على اي امر او ضغطت بعيد عنها اصبح الامر ايه ثابت قدام عيني. طيب ننتقل عندي الى علامه التوبيب انسيرت. انسيرت هناخد مع بعض كيف ادرج في الملف بتاعي صوره. الصور عندي نوعين، في حاجه اسمها بيكتشر وهي الصور الموجوده عندك على جهازك تمام، صورك الشخصيه او المناظر الطبيعيه بتاعتك. في حاجه اسمها كليب ارت، صور اسمها قصاصه فنيه بالعربي، هي صور كرتونيه كده بتنزل مع الاوفيس نفسه، بتنزل مع الوورد نفسه. ده الفرق ما بين الاثنين. تعال نجرب الاول عن طريق البيكتشر. انسيرت بيكتشر، هدور الصور بتاعتنا فين، مثلا في السي محمد ابو ادم مثلا محمد هاخد الصوره دي هضغط على مرتين نزلت عنده الصوره قدام عيني بالشكل ده. طبعا في حاجه مهمه جدا، طبعا شايف البوردر اللي كان معمول حوالين بسم الله الرحمن الرحيم وسع على جد الصوره، انا مش عايز كده. نمسح الصوره، هضغط عليها اضغط ديليت، هضغط بره البوردر في الهواء خلاص اي مكان فاضي. بيكتشر تمام، جات معايا الصوره بالشكل اللي قدام عيني. هبدا اتحكم في الصوره. الصوره هنلاقي حواليها طبعا دوائر ومربعات خلاص. طبعا الصوره بتتحرك ببطء ليه؟ لان الصوره ريزوليوشن الجوده بتاعتها عاليه جدا فبتبقى تقيله على الورد. احط المؤشر في الركن كده وضع تواصل. احسن تصغير وتكبير من الاركان لان بيراعي الطول مع العرض خلاص. تمام، اصغر طول مع عرض منين؟ من الاركان. بالشكل مفيش تشويه في الصوره، لكن لو صورت عندي لو صغرت بالطول بس او بالعرض بس هيبوظ لي الصوره. طبعا لو انا صغرت بالطول بس او بالعرض بس فانا هصغر منين؟ من الاركان. طيب هنلاحظ هنا في علامه توبيب جديده ما كانتش موجوده اسمها فورمات ظهرت. دي بتظهر للصور فقط. اول حاجه انا هعملها عشان اتحكم في الصوره كويس واعرف احركها، شايف الصوره؟ الصوره ما بتتحركش معايا. اول حاجه انا هعملها هدخل على حاجه عندي اسمها وريب تكست. وريب تكست بحدد من خلالها العلاقه ما بين النص الكلام يعني والصوره. فهو بيبقى عامل لها علاقه اسمها ان لاين ويز تكست. لا انا مش عايزها، انا اختار مثلا سكوير. سكوير يعني مربع، يعني الكلام يكون حوالين الصوره في الاربع اتجاهات. وبالتالي لما اضغط على الصوره من الجلب كده واحرك هتتحرك معايا بسهوله جدا، مفيش مشكله. شوف اصبحت سلسه كيف معايا، شالت الكلام حتى يعني هي الكلام ما غطتش على الكلام. بقى لا هي ما غطتش على الكلام، هي لا طبعا الكلام. ليه؟ لان كلمه سكوير يعني مربع، يعني الكلام يكون فوق تحت يمين شمال. خلاص. طيب لو انا خليت حاجه عندي اسمها توب اند بوتوم، يعني الكلام فوق وتحت بس يمين وشمال لا. يس. طيب ممكن اخلي حاجه عندي اسمها بيهايند تكست، يعني اخليها هي ورس اي خلف الكلام. تمام. ممكن اخليها حاجه ان فرونت اوف تكست، يعني هي فوق الكلام. فوق الكلام يعني غطت على الكلام. افضل حاجه لو انت مش عايزها فوق الكلام او خلف الكلام اخليها سكوير مربع. تمام. اصبحت الصوره. طيب تعال نبدا نتعامل مع الصوره ببعض التاثيرات. في حاجه هنا اسمها كوركشن، الاضاءه بتاع الصوره، افتح واغمق في الصوره زي ما انا عايز. شايف الصوره فتحت كده؟ انا ممكن اغمق الصوره، يبقى ممكن اديها اي درجه افتح الصوره كده اصبحت فاتحه عن اللون الطبيعي. طيب كلر، ادي لون للصوره مختلف. ممكن اخلي الصوره اي لون من الالوان اللي قدام عيني. خلاص. ارتستيك افكت، تاثيرات فنيه.
ده اللي بنشوفها كده عندنا في التلفزيون، يجيب لك صوره ممثل ويقول لك الممثل ده من هو بالظبط عند كله كده. تمام، فشوف كده حاجه زي كده. خلاص يبقى اقدر ان انا اعمل مجموعه من التاثيرات الفنيه على الصوره، تاثيرات ثابته. في حاجه عندي هنا اسمها بيكتشر ستايل، اقدر اعمل حركات كده على الصوره، عاملها بوردر برواز. يا سلام يا سلام، بالشكل اللي قدامنا. وفي ريفليكشن تحت انعكاس عندي. خلاص يبقى اختار التسريب اللي يعجبني، كذا شكل بقى، العب في الصوره زي ما انت عايز. طيب مثلا اختار الشكل ده. طيب تعال نتحكم في البوردر اللي حصل، الفريم البرواز اللي حصل حوالين الصوره. بيكتشر بوردر، اختار لون لي. بيكتشر بوردر، اختار سمك لي. ممكن اخلي السمك رفيع شويه او كبير زي ما انا عايز براحتك. خلاص اختار له لون. بيكتشر بوردر، اختار له نمط الداش بتاعته، ممكن اخليه ايه اي شكل من الاشكال دي. بيكتشر افكت، الصوره نفسها اقدر اعمل عليها مجموعه من التاثيرات، نحركها كده بعيد شويه، ممكن اعمل لها حاجه شادو ظل. لاحظ الظل اللي ظهر بسيط حواليها. وطبعا لو انا عايز الغي الظل نو شادو، اي حاجه نوع احسن. ريفليكشن انعكاس، طبعا الانعكاس هيكون تحت شويه. خلاص كده نو ريفليكشن جلو، اختار اي شكل. نو جلو سوفت ايج، نعومه الحواف. لو انت قص الصوره وخايف حد يعرف ان هي مقصوصه ومش مقصوصه بطريقه احترافيه شويه، اعمل نعومه للحواف. بس نعومه الحواف ما ينفعش مع البوردر السميك ده. يعني لو انا خليت مثلا الصوره مثلا هعمل لها حاجه كده بسيطه بدون او البوردر بتاعها خليه رفيع زي كده مثلا بالشكل ده كده، وادخل هنا سوفت ايج اخلي نعومه الحواف. نعومه الحواف بردك البروز اللي فيها اللي هي البيفل مش ظاهر فيها، نختار مثلا حاجه زي كده خام دي كده ظاهر فيها. شايف تاثير بقى هنا نعومه الحواف، شايف النعوم. تمام، نفس الكلام عايز الغيها نو سوفت ايج، نفترض هي تبقى بالشكل ده. بيفل بروز، خلي الصوره بارزه تحس ان هي مجسمه او غاطسه، كذا شكل. 3 دي روتيشن، دوران ثلاثي الابعاد للصوره، اختار التاثير اللي يعجبك. نو روتيشن، لو انت عايز ايه ما تعملش روتيشن عليه. عندي هنا روتيت، تلفها 90 درجه يمين 90 درجه شمال، تلفها فيرتيكال اللي هي عمودي، هوريزونتال افقي، بعد ما انت كنت باصص الناحيه دي بصيت الناحيه الثانيه. خلاص زي ما بيعملوها في الاستوديوهات، تلاقي نفس الصوره اثنين باصين لبعض. خلاص طيب في اداه ثانيه اسمها كروب، مقص، اضغط عليه عمل لي كده شروط سوداء حوالين الصوره، حدود سوداء حوالين الصوره. مثلا انا عايز اقص كده احط المؤشر بس على الحد بالظبط الاسود وانزل تقص الجزء اللي انا عملته. مثلا انا مش عايز الجزء اللي من ورا، وضع بعيد عن الصوره، لكن انا قصيت جزء من الصوره زي ما انا عايز. اضغط على الصوره تاني، حبيت امسح الصوره احذفها بضغط عليها وادوس ايه ديليت. طيب انسيرت كليب ارت جو، هجيب لي الصور اللي عندي مع الوورد اللي نازله مع الوورد بالشكل ده، اي صوره انا عايزها. خلاص مثلا اخترت الصوره دي، اضغط عليها بس بتنزل هنا، ونفس الشغل هو هو بعد. واول حاجه احنا قلنا نعملها عشان اعرف اتحرك في الوريب تكست على سكوير، خلاص عشان اعرف احركها بقى براحتي واكبر واصغر زي ما انا عايز، اكبر اصغر زي ما انت عايز. ها وابدا اشتغل عليها نفس التاثيرات، بس في تاثيرات ما تكونش موجوده مع الكليب ارت زي الارتستيك افكت اللي هي التاثيرات الفنيه بتكون غير نشط. خلاص عايز احذفها بضغط عليها، بضغط ديليت،
طيب طبعا انا عندي هنا لو انا عملت بس تراجع نرجع الصوره الاولانيه مثلا صوره زي كده، عندي هنا في مجموعه من الاوامر، في حاجه عندي هنا اسمها كومبريس بيكتشر. لو الصوره دي متصوره بريزوليوشن عالي والملف او الصوره مساحتها كبيره فهتتجل الفايل بتاعي، اعمل له حاجه اسمها كومبريس بيكتشر، بيحاول ان هو يضغط مساحه الصوره نفسها عشان ما تكونش تقيله عندي ايه في الفايل. هضغط عليها، هضغط اوكي بس كده بيصغر مساحه الصوره نفسها ايه اللي هو ريزولوشن بيتعامل معاه على اساس ان هو ما يخليش الصوره نفسها ايه كبيره خالص. طيب عندي الامر اللي بعده، في امر عندي اسمه تشينج بيكتشر، هغير الصوره دي، اختار صوره مكانها، بتيجي على نفس السايد نفس الوصال نفس المقاس نفس كل شيء تمام. طب الصوره دي عايزه تلف، ما احنا خدنا هنا روتيت، ينفع اختار من هنا 90 درجه يمين وينفع من الدايره الخضراء احط المؤشر عليها والف تمام. عندي هنا امر اسمه ريسيت بيكتشر، يعني رجع الصوره بالحجم الطبيعي اللي كان جاي عليه. طبعا مش هتنفع مع الصوره دي، تنفع على الصوره نعمل كده تراجع ريسيت بيكتشر، شايف رجعت درجه اللون ايه الاصليه اللي هي متصوره بيه خلاص. يبقى انا عندي هنا كومبريس، عندي هنا تشينج بيكتشر لو انت حبيت تستبدل صوره بس تيجي بنفس المقاس تمام، وعندي ريسيت بيكتشر فبيرجع لي الاضاءه الطبيعيه للصوره قبل ما التأثيرات اللي احنا عملناها